إحدى الأخوات تسأل عن حكم تشغيل سورة البقرة في البيت، تقول لطرد الشياطين عملا بقوله عليه الصلاة والسلام البقرة لا تستطيعها البطلة دون الاستماع والتركيز إليه، حفظكم الله. قوله صلى الله عليه وسلم البقرة لا تستطيع البطلة، هذا فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهراوين، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. فالبركة التي تتعلق بدفع السحر هي في قراءتها، وإنما هي تفيد في دفع الشيطان، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة كما جاء في الصحيح، وذلك يدل على تأثير هذه السورة. هذا في الأصل يكون من القراءة المباشرة لأحد من أهل البيت، لكن لو أن أحدا يعني أعمل هذه المسجلات التي هذه لا تسمى قراءة، هذه حكاية قراءة وليست قراءة، لكن فيها بركة وخير، لكن الفضل المنوط بالقراءة لا يحصل بمثل هذا العمل وهو تشغيل الصوتيات التي فيها قراءة. أحسن الله إليكم يا شيخ، جزاكم خير.